المسرات وأعاد هذا العيد علينا وعلى المسلمين بالخير والتمكين يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، يومكم هذا يوم عظيم وعيد جعله الله أعظم الأيام عنده جل في علا. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وقف عليه الصلاة والسلام يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج عليه الصلاة والسلام، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري. ما قبل غروب شمس اليوم الثالث عشر، وسنة أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق. أن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. ويحرم صوم يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فشعار هذه الأيام هو الذكر والتكبير، واذكروا الله في أيام معدودات. ألا فاتقوا الله عباد الله، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، واحتسبوها عند ربكم، وأدخلوا البهجة أو أدخلوا بهجة العيد في بيوتكم، فإنه فسحة الله تعالى وسعته لعباده المؤمنين. كبروا الله تعالى إذ هداكم، واشكروه على ما أولاكم وأعطاكم ولكم. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وأعنهم على أداء نسكهم بسلام، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين عبدك سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ومتعه بالصحة والعافية. اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم انصر بهم دينك، وأعلي بهم كلمته، وكن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، واسمع بهم كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
ايديهم.